السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم عندنا شرح لتحدي لوهر. طبعا هذا الحدث من الأحداث الهامة جدا لأي لاعب فري تو بلاي. بتقول لي ليش؟ بقول لك لعدة أسباب. أول سبب أنه إذا ما كان عندك القائد لوهر ماكس مهارات، يعني فل المهارات عنده مكتملة، فهذه فرصة الآن وفروها لك اللعبة حتى تتحصل على تماثيل لوهر. طيب بالإضافة إلى تتحصل على تسريعات، موارد وجواهر كذلك، وبنشوف هذا الشيء مع بعض. ولكن في شيء مهم جدا، اللي هو إيش؟ أنت علشان ترفع برج الاستطلاع يتطلب منك موارد وكذلك سهام المقاومة. طيب أنت ممكن تتحصل على سهام المقاومة من البربر، ولكن في هذا الحدث يوفرها لك بكميات كبيرة جدا. فخلينا نشوف الكلام هذا. طبعا فكرة الحدث أنك تضرب البربر بشكل مستمر، ما يهم أي مستوى تضرب، المهم أنك تضرب وتستمر في الضرب. اطلع بكل المسيرات اللي عندك، ما يهم. أنا طبعا حاط هذه كمثال الآن وبنشوف مع بعض. فخلونا نشوف. فاحرصوا يا شباب، حتى لو عندك مثلا لوهر ماكس برضو احرص أنك تسوي هذا الحدث. إذا ما كان علشان برج الاستطلاع اللي هو سهام المقاومة، فعلشان المجوهرات والتسريعات. فاستفيد من كل الأحداث. طبعا عطاني هذه القلادات، خلينا نجمعها مع بعض. طيب ركز معي الآن، نروح الحقيبة، هذه هي. طبعا أنا مجمع 71 لكن بنفتحها مع بعض، نقول بسم الله. طيب هذا اللي طلع لي 100 سهام مقاومة، 100 جوهرة، 22 من 5 دقائق تسريع علاج، وهكذا زي ما انت شايف بهذا الشكل. طيب لو لاحظت معي هنا في قوس، في هنا ترس، طبعا هذه فرصة علشان تتحصل على تماثيل لوهر. لاحظ معي هنا في الحقيبة، طبعا هذا هو، ما يهم هما نفس الشيء، لكن هذا أفضل في الجوائز وكذلك، يعني كلهم يعطونك يعني نفس الأغراض، ولكن هنا مكافآت أفضل. فنستدعي مثلا قوس لوهر بهذا الشكل. طبعا ما يمديك تضرب لحالك، يعني تسوي عليه هجوم فردي ما تقدر، لازم حشد، فلازم الكل يتفاعل معك. ففرصة تتحصل على هذه الأشياء، تمام، يعني يعطيك مكافآت محتملة. أو طيب خلينا نشوف الثاني اللي هو ترس لوهار، مكافآت المحتملة هذه هي، يعني نفس الشيء تقريبا، ما في أي فرق. فاحرص أنك، طبعا أنا بما أني مكس لوهار يعني من بدري، فما أحتاج أني أسوي حشد على الأشياء هذه، لكن إذا كنت بسوي علشان المخطوطات اللي قدامك. يعطيكم العافية على المتابعة، وأشكركم جزيل الشكر على دعمكم الطيب. ولكن في سلسلة جديدة راح أطلقها بإذن الله قريبا عن المملكة الناجحة، كيف تكون مملكتك مملكة ناجحة. ومو بس كذا، راح أتكلم بشكل أكثر عن التحالفات ككل، وبنمسك دور كل فرد في التحالف بكلهم، يعني مقطع خاص، فهمتوا؟ فإن شاء الله هذا كله قادم قريب جدا بإذن الله. بشوف اليومين هذه، وهذا اللي عندنا اليوم. شكرا لكم، نراكم على خير، في أمان الله.